بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن استخدام الإند نوت كطريقة سريعة إن إحنا نعمل سيتيشن للنصوص اللي عندنا لو إحنا جبنا الكلام ده من مصادر أو جبناها باستخدام الـ AI. موقع آيثور ده يعني معمول له دعاية جامدة جدا على الفيس وعلى اليوتيوب، إعلانات كتير خالص. هو ظريف وجميل وهو من نفسه بيعمل سيتيشن، لكن انا بصراحه ما عجبتنيش السيتيشن بتاعته لان هي مش سهله تتعرف عليها، وبعد كده حتى لو انت هتاخد عندك هتحتاج برضو تدمجه. فهو الاند نوت بصراحه لا بديل عنه. طبعا هو هنا يقول له في الاكشنز فايند ريفرنس، هيدي لك عدد من الريفرنسز اللي لها علاقه بالموضوع، وهتختار الستايل بتاعك. انا ممكن اختار انا اكتر من ريفرنس ثلاثة كده كونفيرم، لكن احنا خلاص مش هنعتمد على ده، هنعتمد على الاند نوت. فطبعا لازم نفتح موقع جوجل سكولر، هو اللي هيساعدنا. وانا حطيت الكلام في ملف وورد. انا كان عندي من شويه مندلي بينزل في التمويل العادي بتاع هنا، فده بيعمل تعارض مع الاند نوت، تمام. وزوتيرا ما بيعملش تعارض، بس استخدامه انا ما تعودتش عليه بصراحه. هو اند نوت اسهلهم على الاطلاق. فانت بعد ما كتبت الكلام، تمام، عايز تعمل سيتيشن. طبعا ما فيش حاجه اسمها ان فقره كبيره زي دي فيهاش غير سيتيشن واحد، يعني على الاقل فقره. فهتعمل ايه؟ هتاخد من اول هنا لحد هنا، تمام، كوبي كنترول سي، هتروح هنا كنترول في، تمام. يبدو ان النص كبير خالص، تمام، فهتحتاج يعني تخفض شويه من على حسب انت يعني ادرى بالكلام اللي انت بتكتبه. فانا يعني اهو، يعني الحد هنا حط سيتيشن، دي الفقره، تمام. هتحط المكان اللي هيجي فيه السيتيشن، وبعد كده الكلام الباقي في الاند نوت نفسه. هتبص على ارقام المراجعه، يعني ما تاخدش حاجه 2012 2015، يعني لو في عندك 2018 خدها، تمام. اقتباس وعلى الاند نوت، والاند نوت هو اللي هيظبط موضوع الستايلز. في الغالب فانكوفر اللي هو الرقمي هو الاشهر على الاطلاق كاسلوب سيتيشن. هيتعمل له داونلود، معرفش ليه ما حصلش داونلود مره تانية. بس هو ما ادانيش اشعار. طبعا دي النسخه الغير كامله، هو بيعمل لي ليميتيشن ب 10 ريفرنسز بس، ممكن نحذف واحد واخد بالك، او ان انت يعني تشوف نسخه من الكليه او تتصرف يعني. وادي هي عندي اهو، وهدوس على الزرار ده وادي السيتيشن جت عندي. وهكذا في الفقرة الثانية بنفس الكلام اهو كوبي، ونروح بعد كده لصديقنا جوجل سكولر. اظن مش هيعترض، دي فقرة واحدة بس برضو هو شافها كبيرة شوية. خلاص يعني نكتفي بالكي ووردز، يعني ناخد الكي ووردز، تمام. ممكن تسأل تشات جي بي تي. تشات جي بي تي انا بس هستخدمه فقط ان هو اكستراكت الكي ووردز مثلا من هذا النص كي ووردز، وهو يتعامل بيه حياتي يعني لا حصر لها، ملهاش اخر يعني، خلاص. فهو هيديني كام كي ووردز كده هروح بيهم على اهو مثلا مانجمنت مثلا، وهنشوف جوجل سكولر اداؤه هيختلف ولا هيكون. بلاش بريدكتنج ريجنز دي، خلينا في المانجمنت اهو. اداني في نفس الموضوع اقتباس اند نوت، تروح عندي افتحها اهي، انا محددها، هدوس على هذه العلامه بعد ما اكون متاكد ان انا في المكان الصحيح. طبعا انا لو مظلل كده ورحت عملت هنا سيتيشن هتضيع عليا. طبعا هو لازم عشان مش متظلله اهي، فالزرار ده مش اكتف، فاهو هاخد دي اكتف واروح. ضيعت لي كل الفقره ليه؟ لان انا المفروض ما اكونش محدد حاجه، لان هي بتاخد مكان الحاجه اللي انا اللي انا هحددها. وهشوف عامله معضله اهو. فانت امشي صح اهو هنا، وممكن برضو من هنا الزرار ده يعادل الزرار ده. فانت هنا بدل ما تروح كل شويه على النوت مرتين، يقول انسرت سيلكت سيتيشن، السيتيشن المتحدد هنا تحطه لي هنا،
وفي اخر الملف خالص اهو دي الاند نوتس، دي المراجع بتاعتك. طبعا يعني دي كانت المراجع اللي هو عاملها لي الموقع الايثر ده، ايثر، لكن هي ما هياش دايناميك، ما هياش سوفت، ففي مشكله لو انت حذفت الفقره دي هو الرقم ما تغيرش، لكن في الاند نوت لو انت حذفت المرجع رقم واحد المرجع رقم اثنين هيبقى مرجع رقم واحد. وهتعمل حركه لطيفه وبسيطه، هتكنترول انتر وهتكتب ايه ريفرنسز بالشكل ده. ما فيش داعي لتنسيق الكلام لانه هو بيتغير كل شويه. يوم ما تستقر خالص هتروح تختار الخط وحجم الخط 14 مثلا، والمسافه بين الاسطر وليكن واحد بالشكل ده. ده في الاخر خالص بعد ما تكون ايه مشيت على المراجع واحد واحد، تروح على الفقره اللي بعدها، يعني اخر نتيجه بالشكل ده. هفتحها تيجي عندي وحامل طبعا نفس الغلطة، المفروض ما كنتش انا ايه عدت. هروح اجي على نهاية الفقرة، يعني ايه بعد ما اعمل عملية النسخ لازم اشيل التظليل علشان ما غلطش الغلطة دي كل شوية، سواء من هنا او من تبويب الاند نوت انسرت سلكت السيتيشن وهكذا. وفي الاخر اهو السيتيشن الاخير، طبعا اهو انا اشوف ازاي التنسيق راح من عندي. فاخر خطوة ان انت تعمل تنسيق للسيتيشن، لان هي بتتغير كل ما بيحصل ابديت، بيحصل ابديت. وفي الاخر خالص بعد ما بتنسق انت ممكن تعمل ايه اكسبورت، لا بلاش دي مش اكسبورت، في كونفرت سيتيشن للبلين تكست، فمش هتكون مش هتتغير تاني بعد ما تحول الى بلين تكست. ودي النسخه الحديثه من النوت، النسخه رقم 20، وهو اتعرف على المراجع اللي انا لسه منزلها. تمام، نجرب كمان شويه كده شويه مراجع ناخدهم. نفتح الملف الوورد الاخير، تمام، رمز الويندوز او شعار الويندوز. ده كده حصل كونفليكت بين المراجع، نحاول نحله ان شاء الله مفيش مشكله. هدوس ويندوز سهم شمال، وهنا بحيث اقسم الشاشه نصين، انا مش عايز التفاصيل دلوقتي. هجرب بس اكمل السيتيشن او هحذف سيتيشن اشوف هل هو هيكون دايناميك، هيعمل ابديت ويخلي دي رقم 3. لا خلاص ده هما الاثنين منسجمين مع بعض. تمام ماشي الكلام. ادم مش عارف ايه الاضافه دي، بس هو رتبهم مظبوط. هنكرر نفس التجربه مره اخرى. بس اند نوت، طبعا الشعار اتغير علشان من هنا هو نفس الرمز اهو، بس نتاكد تاني انا وفتح الوورد ان انا ايه مش مظلل حاجه. هروح بعد الحرف ده مسافه واختار هذا الرمز، هيبقى ده المرجع رقم 3، وهنا في الاخر هو حدث نفسه. ممتاز خالص، اظن ما فيش اي صعوبه، ادي النص من البدايه كاننا بنبدا من الاول مثلا اهو. عايز الفقرة، لا ده كلامنا احنا، مش هندور له على مرجع، يعني ما بتقولش this study aims to compare the effectiveness بتاع كذا وكذا تروح تحط لها مرجع، لا يعني انت تكون ناصح. انت لما تستشهد بحد في الدسكشن مثلا، انت بتقارن نتائجك بالاخرين، فيوم ما تستشهد بحد النتائج كانت كذا، او انت يعني هتدي مقدمة للدسكشن بتاعتك، فبتدي introduction في بداية الدسكشن، فهتروح برضو تستشهد. الكلام ده ممكن تستخدم السيرش بتاع الباب ميد، بس هو يكون ليميتد شويه. يعني انت بص في عندك اهو سيرش اوبشن، فهحط الكلام هنا. مشكله السيرش في الباب ميد ان هو مش راح يخليك تاخد راحتك، يعني كده مش يعني لو عملت كده مش هيجيب لي نتائج كتير. عايزك تفصل اهو مفيش ماتشنج، مع ان لا الموضوع ده مش فلنفرض مثلا انت خدت الكلمه دي وارثين كده اهو حطيناها في تايتل، انا عايز حاجه تحتوي على هذا، فبتقسم البحث بتاعك. يعني مش الفكره ان في ابحاث هتكتبها بشكل مختلف، يعني مش هيحط الشرطه دي، فهو مش هيشوفها لو عمل سيرش. خلاص برضه نفس الكلام اهو ما جابش حاجه، يعني فاحنا ايه لو هتستخدم الباب ميد هتروح ايه تقلل الكلمات خالص، يعني يدوب كلمه كلمه. اظن المره دي لازم يجيب. جاء فعلا جاء،
وعايز تاخدهم كلهم كده او تاخد اتنين منهم، هاجي على المكان اللي انا عايز اعمل فيه سايتيشن، نفس الكلام اهو عشان نجرب بس ان احنا نعمل سايتيشن لاكتر من اهو 2 4 2 4 وهكذا. هتروح على الفقره اللي بعدها انت بتتكلم على السكسس ريت مثلا بتاع الموضوع ده، يعني استخدام الاند نوت مع الوورد هو يعني الافضل على الاطلاق. يعني المندلي بديل مجاني لكن الاند نوت مدفوع، فبالتالي انت بتضطر ان انت تجيب نسخه من الكليه. وفي ناس بتروح تجيب نسخ من الانترنت يمكن يكون فيها فيروس ولا بتاع، فعلى الاقل هيكون النسخه حد جربها يعني عشان ما يحصلش مشكله عندك. وهو فكره النسخ اللي فيها كراك ان هي بتلغي ذاكره البرنامج عشان لو هو كان ديمو او ترايل فتره تجريبيه بيديهولك شهر وبعد كده يكون مش اكتف، ففكره الكراك ان هو بيلغي هذا الديمو. لكن طبعا ما تنزلش برامج من الانترنت، في بعض الكليات بتوفر برنامج الاند نوت مجانا باختصار الخطوات اللي احنا قلناها. الحته اللي انت هتعمل لها سايتيشن هتاخدها وتنسخها وتكون مش فقرة كبيرة علشان جوجل سكولر يعرف يدور عليها، ولو هي كانت كبيرة بتحاول تشيل الكلمات الحشو وتكتفي بالكلمات المفتاحية الكيوردز، وتتأكد ان انت مش مظلل على حاجة، لان هو لو انت عملت سايتيشن هيحذفها لك، وتاخد مسافة علشان ما يكونش السايتيشن يعني ايه لازق في الكلمة الاخيرة وهو مفروض قبل النقطة مش بعدها، لان هو مرجع لهذه الفقرة. هتروح على جوجل سكولر هتعمل اقتباس، هيحصل داونلود، هتدوس على الملف اللي نزل وهيجي عندك في الاند نوت، هتروح تدوس على العلامه بتاعت السيتيشن اللي هي هتكون هنا ريسنتلي ادد اهو، هتاخدها عندك هتظهر لك هنا. والسيتيشن ده اسمه انتكست سيتيشن، والفانكوفر اللي احنا بنستخدمه ده رقمي يعني ارقام. وجمال الاند نوت ان انت يوم ما تحذف مرجع اللي بعده هيعاد ترتيبهم بخلاف الشغل اليدوي. وفي الاخر خالص دي اسمها البيبلوجرافي او الريفرنس ليست، وكده تمام زي الفل. يعني اتمنى ان الشرح يعني هو تطبيقي اكتر منه نظري، ف يعني ايه شفنا مع بعض مشاكل حصلت وحلناها، والواحد لازم يطبق، لازم هتحصل مع كل واحد مشكله يعني. وعندنا زر التراجع، اي مشكله تحصل نتراجع عنها ونصلح المشاكل اللي حصلت، وإن شاء الله الموضوع يسير يعني ما فيش فيه صعوبة بس.